مشروب تنظيف الرحم وتدفئته. تعالوا أوريكم الطريقة. نجيب كأس حليب ونحطه بقدر ونحطه على النار لحد ما يغلي، وبعد ما يغلي نحط عليها ملعقة من العسل الطبيعي ونص ملعقة صغيرة من فلفل الأسود. طبعا نشربه على بعد ثالث يوم من الدورة إلين ما تنتهي الدورة، ويفضل إنه نشرب عريك وناكل معاها 3 حبات أو 7 حبات من التمر. فوائده عظيمة جدا للرحم، ينظف الرحم ويخليه دافي. النتيجة راح تشوفونها من أول استخدام. اذكروا الله بالتعليقات، وصلوا على رسول الله، واشتركوا في قناتي على اليوتيوب، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.